كما التقى أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي الثلاثاء مساعد الأمين العام للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا ونائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كارلا هيلجارد. وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع اليمني والجهود الجارية لتجديد الهدنة الإنسانية وإحلال السلام والاستقرار في اليمن، الضغوط الأوروبية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على التعاطي الإيجابي مع تلك الجهود. كما تطرق اللقاء إلى دور الاتحاد الأوروبي في دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.